تقول الأخت مريان بأن عندها أطفال 5 سنوات وأربع، بعد قضاء حاجاتهم يا شيخ أو حوائجهم، هل يبطل الوضوء إذا كنت قد توضأت للصلاة؟ إذا مست فرج الطفل مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءها، إذا مست فرجه بدون حائل ينتقض وضوءها، أما إذا كان في حائل على يدها وغسلت فرجه من وراء حائل فهذا لا ينقض وضوءها. نعم.